حلو لبسهم. اوفر اوفر. شو الالوان؟ لون الجوتي نار. يعني الحين لو انا البس كذي بالكويت راح تسوينها؟ لحظه، الجوتي مو ما يصير تلبس ازرق واصفر؟ جوتي جوتي نايكي. ممكن إيه؟ بس الثاني على بالي لبسه اللي فوق. اي هذيله كيوت. لا حلو شكلهم، لا تكابر. هذه مو بردانه؟ ها؟ ما ادري سليم. اكيد بردانه. ابغى اقول لك شيء، ترى انتم شباب سهلين بالسوق. خمس دقائق يعني حتى واحدة بتشتري حق زوجها او شيء ما تتعب، هي تيشيرت ولا بلوفر وهو جينز واحد وش اسمه الجوتي اللي يهبون فيه؟ كله لا تمبرلاند ولا يسمونه؟ لا لا البني الكلي يلبسونه. اي تمبرلاند هذا العود. وتيشيرت بيضة وجينز خلص اصبعي ولبس نظارك وش اخبيها؟ زين عاد اسالك سؤال. تفضل. اذا ان شاء الله تزوجت رحت مع زوجتك السوق. الشباب كم ماكسيموم بالسوق يطول؟ قول الصج حمد، يعني اللي حيل ذويق. يمكن 10 دقائق. 10 دقائق. لا شوي ايش دعوة؟ ساعة ساعة. يعني انا من محل لمحل يعتمد، اذا بدش محل مثلا هذا اخذ قطعتين اللي ابيهم وامشي. تدري انا بالسوق ايش كثر اطول؟ ايش كثر؟ عادي انقي اختار 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 اختار، عادي ارجع ثاني يوم ارد اختارهم عشان ارد اقتنع فيهم عدل. والله العظيم حتى لما اتسوق اونلاين اطول اطول اطالع وافكر شلون بركب له وشنو. وانتم 10 دقائق؟ 10 دقائق. سهله حياتكم ترى، سهله. لان نعرف شنو نختار واللي نبي. Can I get the black? عادي صار لها بالمحل 8 أشهر بس عشان تشتري قطعة واحدة. ميرسي. ها؟ يلا الحين براويش أنا شلون أختار هدومي. ها؟ حمد هذا حلو. شعبان عبد الرحيم. زين هذا ايش رايك؟ زين ايش كله اسود؟ غير غير. لا حلوه تصدق؟ احب اللون الاسود بس شنو في من هالوان؟ هذا حلو اللون. لا بنفسجي عاد. ما راح البس بنفسجي. تبين هذا الوردي؟ لا الوردي لا. الزيتي الزيتي، بعد زيتي ما يصير؟ الزيتي عادي. الله حلوه زيتي فيها كحلي بعد، يعني مسوي فيها حركه. لا 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 عادي بس شوف. بعد ايه في برتقالي. انتوا دقيقه يعني انتوا ممنوع رسمه؟ مو ممنوع رسمه بس انه نبي شيء ساده. بعدين هذا في شو اسمه؟ ترتر ولا شو اسمه؟ ترى البس كذي. اوكي. حمد مو لازم ساده. عهود شيء بسيط بس لون عادي. امان الجاكيت مو حلو؟ لا صدق شوف شلون الطريقه هنا. عجيسه يعني؟ اي جربه. مقتنعه؟ مقتنعه كذي؟ لا افسخها. مايكل جاكسون. بلى بس كنا وايد كذي. جربه جربه جربه، لا باللبس غير. حلو حلو هذا مع جينز. حلو مع جينز؟ اي زين. لا استريحي استريحي. مو حلو هاللون؟ روح زين بنفسجي. لا بس شوفوا شلون ما اقدر ادش الديوانيه لابس بنفسجي. ترى ذبحتنا بالديوانيه. ايه؟ بعد تقول هذا مو حلو؟ فريه ما راح نلبس فريه. الشباب ما يلبسون فريه؟ لا ما نلبس. شلون بالشارع شنو؟ فرنسيين اجانب عادي، احنا كويتيين. انتوا لازم تستوعبون انه في لبس حق كويتي. اول مره ادري انه ما يلبسون فريه. ما نلبس. لا ما له شغل جرب. مو حلو. ما خاف جربه. شوف شحلاته. طيب قصير قصير اول شيء. والله حلو. هذا مريح حق العين ولا لا؟ اي هذا اوكي. الله حلو. حرير. ما تلبسون بعد حرير؟ لا ما نلبس. لا فريه ولا حرير؟ بالغون. ليش نصممين حق منو؟ في ناس تلبس كذي بس احنا الحين انا ايش قاعد قصدك الاجانب؟ اجانب اي. اليوم لما تشوفين واحد اجنبي طويل اشقر يلوق عليه لابس كذي، احنا كل واحد كرشه طايح يعني. مو عشان شنو عندنا عيب بالكويت او بالخليج انه ما نلبس فرير، عشان ان الاجسام ما تساعد. الاجسام ما تساعد بعدين انت الوضع العام يعني. اليوم عادات وتقاليد لما تروحين الشارع بالكويت تطلعين المكان تشوفين ناس كذي لابسه ما تشوفين غير برا الناس كذي، هذا اللبس مالهم. احنا بالكويت ما نلبس. انت تبغى ايش تدخل ذوقك؟ يعتمد بس مو تودين اكستريم لنفس اللي طلعت لي اياه هذا ترتر ما ترتر. لا انت طريقتك لا. ليش؟ مبين ان انت ما راح تخلي زوجتك تدش بذوقك. مبين من طريقه اختيارك. زين اعطيني لان انت ما تتجاوب 1% من اللي اختاره. يعني ولا شيء اخترته قلت حلو. هذا بكل احترام رده. اقولك ليش حرام البنت لما زوجها يقولها غير اللبس مو حلو؟ مسكينه ينكسر خاطرها وتفكر طول اليوم انه عيب عليها وتغير لبسها. ويوم هي تجي تقول له غير ولا بدل شو يسوي فيها؟ هذه حلوه بعد تقول له الله صدق حلو. بس شنو لان انت لابس داخل عنابي. انت قاعد تبين الدناديش اللي فيه؟ انت قاعد تبين صوتي ارهش ما يصير؟
تدري ليش انت مقتنع انه مو حلو؟ ليش؟ عشان بنتي اللي عطتك ذوقها. بنت؟ اذا زوجتك عطتك ذوقها ولا اختك ولا شيء ما راح يعجبك. في ذوق عن ذوق يفرق. بس في شباب يتقبلون ذوق حريمهم، وفي شباب لا، انت من الشباب اللي ما تتقبل. يعني لو اطلع لك اي قطعه ساده، الحين بطلع تيشيرت ساده اسود، بتقول لي لا. طلعي هبشبك.